ايه الحدود يا دكتور؟ يعني حضرتك قلتي في حدود ما بيننا، احنا طبعا بنقول دايما بيقول ايه الست والراجل متجوزين مفيش بينهم حدود، هم مفيش خصوصيات زي ما بنقول، فالناس محتاجه تعرف في مساحه حدود، في خصوصيه بين الراجل ومراته، واحنا مش بنكمل بعض كمان. طبعا احنا مش بنكمل بعض دايما بناكد على الحته دي، وفكره الحدود ما بيننا وبين الشخص الثاني، حتى الزوج حتى الاب حتى الام، في بيننا حدود دائما وابدا، والحدود دي محتاجه مراعاه وتجديد طول الوقت. يعني احنا مع الوقت الحدود دي بتصيح مننا، بنسرح فيها، يعني احنا عشان بنحب بعض فبنفضفض لبعض فبنحكي كل حاجه، احيانا الشريك بيستخدم الجزء السلبي اللي فيا ويضغط بيه من غير ما يحس، يغلس عليا بسر حكيته له او بحاجه قلتها له او ما ينساليش حاجه بايخه حصلت، فبالتالي يضغط عليا فيأذيني بده. فالحدود محتاجين نراجعها باستمرار، ومحتاجين نبقى عارفين ان انا مش عايز اذي الطرف الاخر بتحكماتي. احنا بشر دكتور، معلش نفسيا انا الشريك وشريك حياته عايز يبقى الموضوع بسيط، ليه حدود؟ انا روحت البيت، يعني البيت يعني ما فيش حدود، الناس بتفكر في البيوت كده، فهل ده فجاه بقى فيه؟ لا، ما هي الفكره كلها في مفهوم الحدود، يعني مفهوم الحدود نفسها. وانا روحت البيت النهارده مثلا، انا بتضايق لما حد يستخدم مثلا الكوبايه بتاعتي، انا بتضايق لما حد مثلا يستخدم الفرشه مثلا في حاجات صغيره، انا قصدي حتى لو عندي حدود في حاجات صغيره، مش لازم الحدود تفاصيل، ممكن تبقى حاجه تفاصيل بسيطه يعني. مش بحب مثلا لما يكون عندي مشكله في عيلتي اشاركها بشكل مفصل، بحب اخلي اموري العائليه مثلا بعيد، او لو عندهم نواقص مش بحب اعرضها بشكل، وهكذا. فانا ليا الحق في ان انا اختار ايه واختار شيء.